حسن اصحى يا حسن عشان تلحق معادك. فريدة انا فلست. اصحى يا حسن، انا نوال مش فريدة. ماما مين فريدة دي اللي انت كنت جايب لها الورد وواضح انها مفلساك؟ اللي قول لي يا حسن، انت ليه سحبت 70,000 جنيه من البنك؟ وعشان انت مديرة البنك يعني ماما تقومي كل حاجة تبقى عارفة. ده انا عرفت بالصدفة يا حسن. انا ما بحبش طريقة التجسس دي يا ماما. تجسس؟ ماشي يا حسن، حقك عليا، انا اسفة. انت ناسي ان انا اشتريت موتوسيكل. هيكون بكام يعني؟ 300 400 500 جنيه؟ لا لا، هو مش غالي قوي للدرجه دي. 300 400 جنيه اشتغلي في بنك. الموتوسيكل ب 55,000. ايه؟ بتقول بكام يا حسن؟ 55,000. 55,000 جنيه؟ انت اتجننت يا حسن؟ طب وال 15,000 الباقيين راحوا فين؟ جبت بيهم فيلا في مارينا. ياه يودي بتاعتي. لو سمحتي ما تقولهاش. شيخ انت بتهزر. الفلوس الباقيه دي هجيب بيهم لابتوب عشان لابتوبي ابتدى يستهبل. يا رب الاقي الكتاب اللي انا عايزاه. ان شاء الله هتلاقيه ان شاء الله. فرصه برضه ان الواحد جه هنا، كنت عايز اجيب انا شويه كابلات وبطاريات. ايه الجنان ده؟ قولي ايه رايك في الانفيتيشن دي؟ انفيتيشن ايه دي؟ دعوه فرح. مالها عاديه؟ لا بذمتك عاديه والله. دي على شكل حدود حصان. ليه والعريس بيشتغل ايه؟ حمار؟ طيار. طيار حمار يعني؟ لا بجد يا حسن. عادية جدا والله. وبعدين الراجل بيشتغل طيار، تعملوا حدود حصان ليه؟ ليه على شكل مثلا بوردنج باس؟ يا ابن الايه؟ دي فكرة حلوة جدا. طبعا عشان الاقي لها. كتاية عني فين دي؟ ولا كنت عمرك هتلاقيها الا زي واحد زيي انا قالها لك. طب يلا. هو انت تعرفي واحد اسمه كريم عبد اللطيف؟ كريم عبد اللطيف؟ لا. بيشتغل ايه؟ طيار. بس اصل اخوها هيتجوز، فقلت يعني جايز تبقى الدنيا صغيره قوي لدرجه ان تكون انت اللي بتعملي دعوات الفرح بتاعته. مش مهم مش متجوزه. ايه؟ طب ما تعرفني على اخويا اللي مش متجوزه. انا ما بحبش الهزار ده على فكره. ولا انا على فكره. يبقى ما تهزرهوش على فكره. نعم يا سيدي. المهندس حسن صلاح الدين زيدان؟ انا المهندس حسن صلاح الدين. تخن صوتك تخن خلاص، فقستك. انت بتزهقش؟ زهقش. معاك اللي هو منصور البغدادي. يا سلام، منصور البغدادي. ايوه. وحضرتك بقى من المنصوره ولا من بغداد؟ بغداد. في ايه يا ابني انت بتهزر؟ بهزر. مش انت المهندس حسن صلاح الدين زيدان اللي عندك مشروع مهم باين وعمال تبعت جوابات للرئيس؟ ها؟ ايوه يا فندم. ماما انا اسف جدا. لا اصل كان في حد بيعاكس وكده، فمعلش. مش هتقدر تغمض عينيك.